علي شغلت لي قلبي بالغرام بعيونك حالي ذوبتني خوي بلي عندك تلفزه حاجتك تلفزه ندبر لك ليه عندكمش تلفزه في القهوه هنا في بالي حاجتك تلفزه باش تشريها خاطر عندي سيبي عنده حانوت تاع الكترونيك يا ولدي يا ولدي عندكمش تلفزه في القهوه هنا خاطر فما ماتش فوت بين الناموسه الرياضيه هذيك اللي حذاها العجاج والنادي الرياضي للتسلل بمنزل فادت اللعبه ذي عطيها على القسم الثامن جيم رد بالك يا ولدي لا بسخونه ياسر اعرف جابوا لها اربيتر من برا من برا منين من برا من ايطاليا من فرنسا ليه من برا من هوني قريه صغيره احنا عين عجاج تبعد عليها 60 كيلومتر برا عرفتها هذيك النوتة شويه من موزمبيق هذيك وفيتش بابا مريق في الجريده قدامي البارتي نتاع اليوم بين الريال واليوفي يا خويا هاك زرت ولد الجمعيه تفهم بالكوره شنو نفهم بابا قالك عليا وجهي نتاع واحد يفهم في الفلسفه لا عشيك انا شاربها الكوره من الكورنير حتى للتوش عندي اصحابي كورجي اكيد راكم تعرفوا منهم بالله سامحني مثلا مشكون تعرف مثلا مشكون نحله نحله شو شكون هذا اللاعب نحله وين نعرفه نحله اللي قرص الكرة بالجول في الفينال بتاع عمليو قرص الكرة بالجول في الفينال بتاع عمليو مع شكون يلعب هذا؟ هذا يا أخويا أول ما بدأ الكرة في البطحة وبعد كي ولا ملاعبي طيارة بعته البطحة لسبورت راباي وبما أنه هو بطال ما نجمش يلعب غادي يا أخي شريت سمسار عمل له قهوة ودبر له رخصة بتاع شيشة بعد نص الليل وين يلعب هذا توا اخويا مازال بطال السمسار مازال ما دبرش فيها بيعه حتى كاريا نتاع معلمين في الشتاء ما ثمش صديقي او كريت روحك رجعت فاسك نتاع بكري مالا شنو بابا واكثر من هكا اخويا ما نقولوش فازه راك في قهوه عزيزي خدوجة شو بي السوبريت مقاينة حتى الكافيتيريا اللي مستنسة عملت لنا جو مسكرة الطنبر ومعزش خير واصل لهوني شفهم ماي البلاد تفرخ كيف يعدي وماتش في التلفزة دي حتى من نساو اللي ومغرومين بالكورة شو معجبهم فيها انا كل ما تبدأ فما كورة في التلفزة نفد بالعكس انتي عمرك تفرجت في ماتش طليانة اكل ملاعبية حليلتهم شعرهم بالقومينة ولحيهم مش محجمة إيه كولا كوارتا بيلا راكاتسا ماما ميا تقولش ما كانت اسمع يا لله اسمع لله دوجة شي يخرج منها مال أحمد يتفرج معاك سيد أحمد راجلي أعطيه هنا بركة خليه يتفرج وما بدلوش الشيء لينا لي إيه نعطيني فيلم مصري به مسلسل من مسلسلات رمضان وصيبني حقا ذكرتني لك المسلسل وين وصلوا فيه متاع بحر الدموع انت حتى لوين خلطت والله انا وين خلطت خلطت وين سميحة قالت المرتبوها كلفعة اللي هي مش باش تعرس ولد سلف خالتها ليه اكيد فلتت ثلاثة ولا اربع حلقات يظهر لي بطولة طاليا سخونة يا خدوج يزي عاد متحشرنيش هيا كمل برك يا لله بعد ما تنبزت مرتبوها عملت عليها راجلها ميلا ما هو نية وما عندوش شخصية عملها كي خرجها من الجامعة وهزها لدار خوه في الفيوم فيوم تبساعده والخنار هكيكا دق وربي ودق اللفع عمرته إياه في الفيوم عرفت ولد عمة عرفت انه هو ليه؟ اكل الممثل اللي مثل في مسلسل رمضان كان صدقني ربي اسمه نهر الدموع نهر الدموع؟ اي نهر الدموع بحر الدموع إذا ظهر لي عيتوا له خاطري عم مليح في الدموع أو كموش نسي الكل مغرومين بالكورة هذه ظاهرة لا مغرومة لا بالكورة لا بالمسلسلات مغرومة بالقضية سمحوني البنات مدام ما سمعتوش عملوا في الماتش معز
التيشيرت وينه؟ معز معز ياكم شو معز 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 عارفي ولا ما كنت راقد؟ من ايش كنت تعمل؟ ها كنت تمسح في الكونتوار بخدك؟ لا عارفي كنت حاطط ودني على الكونتوار سمعتي خطوه نتاع كليون داخل. وين من الكليونات من القايله ما دخل حتى عدي يشرب في قهوه هوني. تعرفش علاش يا عارفي؟ على خاطر اليوم فما ماتش كوره الناس الكل متسمره قدام تلفزها. اي لكن هاني كنت نطل من بعيد على السوبر مارشي الجديد ها والناس داخله تبارك الله. اي شفتش حد خارج ولا الناس اللي دخلوا ريتهمش عاودوا خرجوا؟ يظهر لي لا ما فهمتش علاش؟ على خاطر السوبر مارشي جديد يا عارفي يبيعوا في التلافز والتلافز الكل تخدم والناس تتفرج حتى من الكافيتيريا نتاعهم عارفي فيها تلفزة تخدم على طول. اي صحيح والله صحيح هو ما كثر ربي عندهم كان التلافز حتى في الكافيتيريا نتاعهم الناس تبدا تشرب في القهوي ومشان القاروسه هكا يتفرجوا في التلفزه. فهمت عليه يا عارفي؟ شنو فهمت؟ شنو زاده؟ تحبوني نعمل تلفزه في الكافيتيريا؟ وحدك يا عارفي كي تفهمها وهي طايره دق عليها. يزي من قله احياء نتاعك. والله استنى بالحق يظهر لي عندي تلفزه قديمه هنا في السطح. وفا قديمه قديمه محسوب جديده ما فيها كان الازرق والاحمر طايحينك هاو. وعندي زاده اونتين قديم ان شاء الله يطلع ما صددش. تو هذا كلام يا عارفي باش تحط لنا تلفزه خرده في الكافيتيريا تعدي في برامج مصدقه. يلزمنا هونية تلفزة نيو نيو وريسبتور نيميريك. الله ويتكلف غالي هذا؟ في المجازان يتكلف غالي. أه؟ أما عندي نسيبي بون مش نسيبي هو ماخذ طفلة تخدم مع أختي عنده نصبة في حانوت في سوق الجمعة نمشيو له عنده الإلكترونيك الكل. أيوة وينجم يعمل لنا سومة؟ شنو يعمل لك سومة عارفي نمشي معاك حتى من ورقة بتاع الجارانتي تو يدبر لك ورقة مذرحة. والله بالكدا هذيا اما لا تعرفش كيفاش اتو غدوي كان نخليه الساده قوني ونمشي انا وياك لا اللي تقولش عليه نسيبك هذايا ها ونهبطوا له حق غدوه مش نهار جمعه. لا لا عارفي سوق الجمعه هذايا يخدم على طول الجمعه. صحيح انا نخلط ما بيناتهم ديما سوق الجمعه ونهار الجمعه ماني عشت ياسر في فرنسا خاطر اكسبريسو كاسماء بونو عارفي شنو البارح كيف روحت لقيتهم عاملين ملخص للماتش متاع العشية يقعد نتفرج مل زين الدين زيدان حتى من صلاته زيدة فيه شطر كورة عالصباحة يا بنتي ماتش با نورمال تغزر المليع بيتنسى الاخر اعرف انتي فلت حلقة المسلسل حتى انا فلتت البارح طحت بشينة جديدة متاع موضة اسمها فاشون ظهر لي سميوها هكاكا خاطر المنكانيت كي يبداو يمشيو في الديفيلي يبداو مكشبرين ومتغشين يعني ديما فاشي فاشي فاشون فهمت؟ ليه؟ اما ما فهمتش حاجتي مشيتهم وتقولش علي صبا ضربهم وثانيا ضعفهم اقرقحهم خارجه من تحت الجلده تقولش عليهم حاطين كليم ولاد تحت فيهم ريتا يقعد يختاروهم شبين هكا ومزيانين يبدا الوجه مدور والحنيك هكا تبدا مكعبره والزنود مشحمه والكرش ملحمه والحزام يزي والله يعقدتني كان جات الدنيا دنيا يا خدوجه راني مانكا نضرب نسرع تسرعي اما تضرب ما ظهر لي تعرف عزيزتي انت ما تجي كان مانكان تاع الباب زقاس يا حسره عليك انا ستيلي يقتل اش خليني كي نمشي في الشارع العباد الكل تقف باش تثبت فيا هو يقفوا باش يخليوا البابور يتعدى خاطر يخافوا تعفس على حد تلبزوا عايش شكسبير انت لو كان مش المكياج رانا ما نفرزوش بينك وبين صادق سي بالعكس انا عمري ما انا مكياج برشا زيني طبيعي ما تلزمو حتى رتوش من القبيله اش قاعده تعمل يا لله تحط في المكياج والمسكارا ولا تطمز في عينك محسوب انتي ناقصة قريب دخلت الفوندو تاعم بسيمان الابيض اينا اي انتي عينك تسكرت بالفارابوفير اللي حطته خلي عاد الحمير تقولش عليك جمل بعد ما كليس حل مقرونة سباجيتي بالصلصة تتنقصت لي على مكياجي به يا خدوجة على كل انا مكياجي الكل سيني من ناحية سيني سيني أما سيني خديجة باش مولي ويدك ما عادش تحط عليه محسوب أنا قاعدة ليك ولا الماتريال الدهينة متاعك هاي ما
تغششت دجدوجة؟ تي كي جات الدنيا الدنيا رانا زوز مانكانيت كي نطلعوا على البوديوم نزلزلوا. ولا زوز ممثلات كبار كيف نخرجوا للشارع نسكوا لتعقلنا. وسع بالك وسع بالك بشوية وين مشيت يا خيتي زوز ممثلات جملة واحدة؟ أي هيك بوسة ماكل خدي. خدو خدوجة قد ايه يلزمني نحفر باش نخلط لخدك يا خدوجة؟ امشي عليك فقط. صادق 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 الو صادق كان فيك مش الحاله هذه برا مشي للكاميون هبط التلفزه والريسبتور ما غادي فيسع شبيح لك مخوخين شو هذا كعكه كعبك كرواسون بيته لوحده شنو هي كعبك كرواسون بيته لوحده وين لوحده يبرى بيتها تاكلها شكون قال لك انا مش مبيتها بالعاني غادي باهي عارفه هذايا واحد شاد كرواسون على المبيت لا عيب عليك يا ساده كارك على الاقل شورت بارك الله فيك انت سير قهواجي المثالي برمشي ساده فيسه برمشي الكاميونه فيسه هبط التلفزه والريسبتور عطهم فيهم من بعد وانت سي معز قول لي يبرى عاد اسمع انت شامم اللي معديها عليا ما كيفاش وقتاش ولا ما نعرف وانا نجم نعدي عليك عارفه داكوردو اما نهارت اللي نشلق بيك عارفي مش هزيتك الانتيبي ونقص لك في السوم شو نقصني في السومك الحكايه الكبيره جرت 5000 نقصها لي بالله يقول لي نسيبك هذاك ولا شبه نسيبك شيك القنان السويسي محلوله في حنكو هذيك لا عارفي هذيك غادره في عرك ما نسيبه مره مروح من سهريه جاي يحل في كرهبته ايوا تقطع له المفاتح في وسط الكوبه شاد دبر راسه ودبر طرف تلي هو يبربش في الكوبا جاه واحد عثمثمي قال له تيبعدك جبد بار حديد شطر طاف على البلار جابوا فلوس الله 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 وقال لنسيبي هاو كنت تتصرف الروت سكور وانا خلي لي الراديو كاسيت ما هو صاحب صنعتك عدوك يا اخي نسيبي قال له يا اخويا راني مول الكهرباء يعمل هكا كسرق طاف ويمد على ساقي هو يجري ونسيبي يجري هو يجري ونسيبي يجري حسين ونسيبي يخرج له باك ومعسل بتاع دخان وهو في الحمايه ستار ما غلطش عليه تعرف السراق لو كان جاوا يشاركوا في الالعاب الاولمبيه راهم غوصوا من عرقش بينهم حقا والتشليطه اما التشليطه عجب دي الحكايه كلها مركزه على التشليطه هي اه اي اي استنى ما هو اي ما هو نسيبي كيف لت عليه سارق وما خلطش عليه اي رجع لكرهبته معقول اي باهي وقتها يلقى الدنيا ظلام حومة خاليه هو متعدي كيكه يعرفي ويحفظ على ذي القطوس عربي قطوس عربي اي يعيش في حومة عربي هاو الراس لطف لطف هاو الظفر بسم الله العظيم صاحك القطوس صيحه واحده اي وخرج يكوع بذيله شو كيفاش يكوع بذيله؟ معطوب معناه كحر قحرة خايبة لنسيبي حك خشمه ضربه بال بساقه شكون نسيبك؟ لا عارف القطوس ومن بعد جنجت الأعصاب رحمه قالته شكون قطوسة؟ لا عارف القطوس هكذا تي خطر الحكاية تو قطوس نسيبي نسيبي خرج وكلات بعضها بيناتهم يعمل كيا سي قطوس ان شاء الله تنسيبي وما تفضت الا ما تعديت كاميونه البلديه بالصدفه هذا ناموسه للفوريير ايوه هاني شلقت بيك توا صار من قبيله وانت تكذب وتشوط عليا وانا كلبهالي نتبع فيك
ها؟ ايه ولا ليه عارف؟ يا عيني البلالو والله لما نوريك برمشي الكاميونة ولا حكاولي وصدقت يعني. ايه صدقتها يا برمشي الكاميونة هبت هبت التلفزة وريسبتور مع السادق يا عارف. شو الله نقبله ربع ساعة وهو يحكي لي في زبدة مرحية. يا اخي وليت تعمل في سبور بتنرفيزة؟ انا نعمل سبور بسم الله عليا. فرشت في ديفيلي حاب نولي نمشي كيما المانكانات. شوف يلزمك كي تمشي تهز راسك الفوق تعقدها وما تغزر كل قدامك وكي تمشي الساق قدام الساق كيما شيت العسكر. يا اخي المانكانات يمشيوا هكا ولا تيرزي نتاعهم يحكم عليهم باش يبدلوا خطوتهم؟ اوه يا خديجه في الموضة ما نقولوش تيرزي نقولو ستيليست موديليست. أنا مرة قريت في الجريدة واحد ستيليست قال لي مانكان ماهم إلا معالق متحويج. كي تجي تشوف هما السبب بعض ساعات يلبسوهم أحويج يخرجوهم كراكوز. البارح في فاشون فرشت في واحدة خارجة بربة حمراء من الجناب فما جوانح ومن لوطة ريشات يدلدلو بتقول وزم حسبيا. يعطيك يا بهجوج ما. بعدها هي بالضبط خرجت واحدة لابسة سروال قندليسة في فونت على جنب واصلة لوذنها بتقول ساندويتش بانيني وجبن فايد من الجناب. يا لله محلى زين يا لله محلى عين. خدوجة مش تقول صادق من كان في سوق الجملة. صادق هذه سلعة جديدة شفتها لنا. هذه التلفزة لا جديدة عرفي للكاكا في ديري. جو معناها نجم نتفرج في فاشون وقت الحب. اي ليه توي خليك ياسر 1000% هذيك تلفزة شريها للكليونات باش يحلقوا في الكافيتيريا زعما. ايوه هيا تلفزة صغيرة شريها لنا باش نحطوها في البيت نتاعنا. ديما رايحة فيها بهيجة تو هذه كرتونة تاع تلفزة اللهم التلفزة مفرطحة. هذه يلا ريسبتور نيميريك آخر موديل يجبد فاشون. يجبد شينات العالم الكل إلا الفاشون تاعك. عليه على خاطر يلا بالإنجليزية نقولوا لها الشينة ذي فاشن. أوه يس شوري هاوبي وي. صباح خير. صباح الخير مدام. سمحوني بربي نلقى عندكم هوني يا غرد لايت. وي عندنا عندنا جزوز لايت معجون لايت شمية لايت حتى من السكر عندنا لايت. وبيه برشا حتى اللي يحب يعمل يجيب يجي يقضي من عندكم وعينيه مغمضة. كيفاش ترى القضية وعينيك مغمضة؟ بالحق ميلي من بابن الضعف. يلل حتى دمارها لايت برشا. حتى أنا كيف نجوع منك الكينيا غورت لايت أما ما تشبعنيش. حتى انا كيفك اما ليلي يا اختي ما نكثرش منه حتى نقص الزايد اللي عندي. وه يا خايتي شنو اللي عندك زايد انت؟ كون شي تنحي الجلده وتولي تلبس حوايجك طول على العظم. صح عليك والله صح عليك فريمون صح عليك ماكش كومبلكسي كيفي بالرغم اللي شي عندك برك الله فايز وحمد مهرت. لا حاجه امشي يا عيشك خذ الياغورت نتاعك اي بيان سور بلا ما يتنحل الكومبلكس وتتنرفز. اوكي يا تشاو اي باي باي تشاي وخلت شنو هي هذه لايت باهي سيدي هاو تلفزة جبناها. اما وين مش نحطوها ترى ها على الكونتوار ما يجيش هوني البقعة ضويقة وين مش نحطوها ها ترى 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 يجي جمعوس هات الطاولة هذه هات هات نحطوها هوني ايش قولك يا عارفي ما تجيش هكاك باش تنقص لي الطاولة من الكافيتيريا راهي التلفزة لازمها سيبور وتتعلق في الحيط شويه فيسات وشويه فيشات. الشقلاله هذه اللي عملت توم نمشي نجيب انا سيبار توا. السيبار مارشي جديده اللي حلت بحذانا عندها كل شيء ورخيص. باهي سيدي تو نبعث السادق يمشي ولا لا 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 السادق اقعد هكاك او شدد الكردونه تو نمشي انا سيدي. حتى انا خلينا نمشي نجيب الفيشات. معز معز ايش فيه؟ اقري خشمي ياكل فيا. اها ما صدق المعز وانت زادا بتشبت فيا بهجوج ما انت هوني تاكل في الياغورت
ما تقوليش انت زاده دورتها لايت. لا جعت يا خكليت يا غرده. ما هو ذاك اللي بهت مستيسه كيف تجوع تعمل صحفه سحلب كسكروت كفتاجي وبزيد عظمه لبلي بيها رقمه. اوه يا خديجه دورت لي خواطري. اما نمان انا دورت لك خواطرك نسيت شكون تزيد لصحفه اللبلبي. يا زيت زيتونه يا عظم مروب يا كبار. اعرف مره انت زدت الخل والصحفه ترشقت. اي ما توا حطيت في مخي باش نضعف. اذا كنت تحب تولي مانكا؟ لا رجعت لغرامي الاول حب نعرس. وانت تفركس عليا شحاشتك بيا. ليه حبيت نقول لك تعدى عملت لها الريون تاع اللي غرت ظهر لي قريب يوفى. والريون تاع البسكوي لطوا ما وفى. تبارك الله عليك يا صديق ما تقوليش انت ما زلت شدد التلفزه. دوّل شبك تتكلم بسيف تعبت؟ تعبت تحب نعاونك؟ شخص خص كان خشمك نزيل يكفيك نحكوني كنا فما حتى مش لا ساي انت لا ساي غادي يا سيدي ما هو السيبار قل لي الشباب انت طول يا اخي مثبت اللي انت تنجم تركب بارابولا هو النجم عارفي اشتر بارابولات الحمل كل ركبتهم انا باهي سيدي هاي نمشيو للسطح سيدي مادام السيده قراكب السيبار هاي عارفي انا عم القصعه نتاعك الومنيوم ولا فيبر دوفير يزي يا راجل انا القصعه نتاعي نحاس من مامو مازلت كي قصدرتها عارفي شبيك تتكلمك جاب ربي عندك بارابول في الدار يا ولدي مالي البارابول نتاعي خفيف ديما يرعش كي تهب رياحيه التصويره تهرب ولهذا قلت نعمل قصعه يا عارفي ما يجيش انجينيرات عداوا سنين عمارهم الكل يسمعوا في القصاع في الريسبتيرات جي انت تو تحب تحط لهم قصعه نتاع صابون على شنو ناوي يا سيدي مالا نشري بارابول اخرى لازم يعرف هيا يا سيدي هيا نمشي قبل ما يتعب السادق هيا يا معز تسحبش انت تقعد انت زادوني ودي باقي تغزر لي باش مات هكا ملعينين اي خدوجه خدوجه يا خدوجه نحس في روحي لعبت عليا الدوخ وعليا يظهر لي تحلي السكر حتى انت السكر اللي تضرب فيه ما يحل باتيسري في زنزبار يزي عندما الدك تيزي كلام فيك بجدي انا نحس في روحي متخلقه يا خدوجه وبعدتي دخلت بعضها يظهر لي الياغورت اللي كليتها قبيله هي اللي قلقتني زعما اي وقبل ياغورت اش مامي طول الصباح كي العاد ما كليت حتى شيء كان الياغورت الكل من فاشون انا كل ما نتفرج فيها تعقدني اختي المنكانات والحوايج يهزوا العقل ما عادش يساعدني لا 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 انا من اليوم مش نرجع نتفرج في المسلسلات الممثلات المصاروا يهزوا المورال ننصحك نصيحة عود تفرج في كليشيه اللبنانية توا كيف تشوف نسيهم وولادهم اللي قدموا في التلفزة تحس روحك قنبلة متاع جميل قدامهم نعرفهاش الشين هذي طول اليوم نشوفها نخاف كان تشوفها تولي تلحس اختال يا غلطة ما بيهيش بس عرق توم ثبت اللي الخيط الازرق يجي في الفيشه الحمراء على خاطر في الكتاب حاطين العكس بالضبط عارفي بربي تتبع في الكتاب عمرك شريت واحد يصلح بكتاب ولا يبني ببلان انت حتى كي تشري كهربا من الدار الكتاب نتاعها تقراه لها النهار الاول وتعمل لها فيدونج الاولاني في الدار ومن بعد تهزها لاقرب ميكانيسيا يبربشها والله صحيح اي والسيبار ثابت اللي هو صحيح زادها مال علاش عاملينه يا عارفي مو باش يهز التلفزة اي جيستو ما انا خايف للتلفزة تثقل عليه وتحليش على راس واحد من الكليونات كان جات ثقلت راهي تثقل على اخونا صديق ثقيل علي ثقيل علي هيا جات هي التصويرة المحنونة هيا هيا هو قريب عارفي هاو زهير هاي جات وي جات ومشات خدمتي على التلفزة بربي اش تعمل انت هوني بجاه ربي اش تعمل برمشي شد الكاسة بتاع خير ما ثمش كليونات هاي سي باش مهندس
قريب شي وعي يزيد هذاك مستاهل او سي عرفي ها الفيشه الاخرى فوالا مش بهيجة هذي؟ هي هي فورمة فورمتها يزي قالوا فورمتها هذيك ممثلة تقعد تشبه لها يظهر لي الفيلم نتاعك سي الشباب قاعدين يمثلوا فيه في البيت نتاع الخدامة تطلع شي زادة برنشيت الكاميرا نتاع العسة على التلفزة ها؟ استنى 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 ثبتوا معايا يا اخي قاعدة تعمل؟ يظهر لي تلعب في السبور فما واحد يعمل سبور بالمغرفة؟ شفت شي؟ هاي قالوا ريجيم وصحفة مشخشخة كيف نهكا لشكون نغليها لزكور